يا جماعة القطر شكله خبط وهو ماشي على السكة الحديد. يا خبر ابيض، ازاي الكلام ده؟ الموضوع شكله خطير. ايوة احنا لازم ننزل فورا ونلحق ننقذ ما يمكن انقاذه. يلا بينا. رابل الشغلانة دي انت اللي هتقدر عليها. الاول هتشيل الصخرة من المكان على القضبان، وبعد كده هترجع القصر للسكة الحديد تاني. علم يا رايدر، هبتدي شغل اهو. مسكت الصخرة اهو، ودلوقتي هبعد الصخرة بعيد خلاص. ايه لهوب. ودلوقتي بقى دور القطر نفسه، شبكت القطر وهسحبه. برافو عليك يا رابل، انت انقذت القطر من حادثة كبيرة فعلا. الحمد لله يا رايدر، الموضوع ما كانش صعب قوي. بص يا رابل، القطر ابتدى يمشي تاني طبيعي اهو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده، واشترك في قناتنا علشان يوصلك اي فيديو جديد.